ناخذ قرارات اليوم بزياده كذلك زياده الانتاج لشهر فيفري ب 400,000 برميل، يعني بالنسبه للجزائر زياده 10,000 برميل في اليوم، ليصل الانتاج الاجمالي للجزائر في شهر فيفري 982,000 برميل في اليوم. كذلك من خلال التقارير اللي شاهدناها اليوم وتطرقنا إليها وتأثير المتحور الجديد للكوفيد 19 الأوميكرون على البلدان الصناعية، وكذلك تأثير هذا المتحور الجديد بالنسبة للنشاطات الاقتصادية وآثاره على إمدادات من النفط والطاقة بصفة عامة.